من مدينة حائل أتانا خصيصا للخيمة للمشاركة معنا في هذه الليلة. يدرس تخصص بعيد عن الإنشاد لكن يمكن أن يستخدمه في الإنشاد، وهو تخصص الأدب الإنجليزي، فهو يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. له كليب حظي العاثر وألبوم صديقي وكليب أغلى وطن، شارك في العديد من المهرجانات والحفلات ضيفا المنشد الكبير يعني في أدائه الصغير في سنه القادم من حائل الأستاذ. مين معنا يا خالد اليوم؟ معانا النجم القادم بقوة، أنا قلت أمس قادم مثل الصاروخ، محمد العبد الله. هلا حياك. يلا محمد. الله يعزك طول عمرك. ما دام إنك بالإنجليزي نبدأ. هاو آر يو؟ فاين ثانك يو. ويلكم. شو أخباركم طيبين؟ الله يعطيك العافية. خلينا نبدأ كذا من اسمك الجميل محمد العبد الله. الله يعزك. العنزي. العنزي. ليش محمد العبد الله يخفي العنزي؟ دائما الأسئلة صواريخ في البداية. لا هو محمد العبد الله اسم إعلامي طبعا، وأنا قلت في كذا لقاء إنه محمد عبد الله العنزي. افتخر وكل فخر اني انتمي لقبيله بني وائل، لكن انه غالبا ودي انك تبعد عن القبليه وانه فلان عنزي وفلان المدري ايش. مضره لك لو قلت انك عنزي؟ تقدر تقول في بعض في يعني في بعض في بعض الاحيان عند الناس يعني تلقى في ناس كذا طبيعته ما يتقبلك يعني، وفي ناس احيانا الاسماء الاعلاميه ترى لعبه يعني. جميل. فلاعبين يعني ناس لهم في المجال باع طويل تلقى ما يطلع باسمه الصريح، يطلع باسم اعلامي. انا طلعت باسم محمد الوالد عبد الله اضفت بس. وانت فعلا اخترتها من البدايه؟ اخترت الاسم ولا جاتك بالصدفه انشهرت بهذا الاسم؟ لا والله من البدايه شاروا علي ناس يعني انه لا تطلع بالاسم. ممتاز.